يصور المعنى القرآني بطريقة لا مثيل لها. أبو العنين شعيشع سفير القرآن ذو الصوت العذب. ولد ببيلا بكفر الشيخ عام 1922، أتم حفظ القرآن وهو ابن 12 عام. الرحمن علم القرآن. التحق بالإذاعة مبكرا وعمره آنذاك لا يتجاوز 17 عام. هو الثري في انتقالاته المقامية، فتميز بمهارة فائقة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دافع عن حقوق القراء وانتخب نقيبا لهم عام 1988. تأثر بالشيخ محمد رفعت لتتم الاستعانة بصوته لمعالجة أجزاء أصابها التلف. كان يؤذن بمقام الراست. رحل عام 2011، لكن عندما تضيق بك الدنيا سيكون بصوته طبيبا للقلوب. من مصر، محمد عبد العال.